في الحقيقة لما يجي نتكلم عن المنتدى بنتكلم عن تجمع ليس فقط على مستوى البشر، بنتكلم عن تجمع يجمع الرؤى، يجمع الأفكار، يجمع المقترحات، يجمع العديد من القضايا الحساسة والأساسية اللي بتتجدد مع كل عام في المنتدى. الدورة دي اللي هي الدورة 9 طبعا هي استكمالا للعديد من الدورات، وأنا أذكر دورة 7 والدورة 5 والستة وغيره. في كل سنة بقى فيه تجديد، كل سنة بقى فيه موضوعات مطروحة. بدا العام مثلا كان هناك نقاشات ومجالات كثيرة جدا للنقاش، من بينها محاضرة للعالم دكتور أحمد زويل، وغدا في محاضرات أيضا بخصوص التلفزيون الحكومي والتلفزيون الرسمي أو ما يعرف بالتلفزيون الرسمي والتلفزيون الخاص. هذا هو الجديد في المنتدى، وهو أنه يراعي القضايا الجديدة والمتجددة والتي تتزامن مع الأحداث الحالية، سواء كان العالم بيعيش في رخاء اقتصادي أو في أزمة مادية عالمية.